تمام يسوع بقلبكم. اسمي جوال حداد، عمري 26 سنة، ولدت بعائلة مسيحية. بتذكر، ما بتذكر مين خبرنا عن يسوع، بس بتذكر انه كان على طول عندي هيدا الشوق والحب لإله، كان هو رفيقي الوحيد، كان عندي كتير صعوبة يكون عندي رفقة. كبرت، انحطيت بمواقف كبرتني اكبر من عمري، حملت مسؤولية كتير اكبر من عمري، وصلتني لأعمل ديبرسيون، ما اقدر نام، عدة محاولات انتحار. من بعد هيدي المرحلة كان في على طول صوت بدانتي بيقلي انه قومي وقفي، انه ماشي الحال، رواق، شدي حالك قومي. فكانت الحالة المادية عنا كمان بالبيت شوي مش ولا بد، ودايما في توتر وهيك، في حب موجود بس ما حدا قادر يعبر، ما حدا فاضي يعبر. انفرد كمان كون بجو عالم طاجي وسكرين وهيك، يعني شدت على هيدي الحياة عمري 13 سنة، يعني شدت عليهم محيول طفولتي، وحملت مسؤولية عالم كمان كتير. فهون عملت انا بلوك لحالي، يعني مشاكلي صارت انه كتير بايخة نسبة قد العالم مشاكلها قدامي، فما كنت عم فضي انا، كنت عم بعطي محبة لغيري، وين فيني اسند غيري تنسى انا مشاعري. هون رجعت كمان كبرت شوي، صرت عم بلهي حالي عن كل المشاكل بشغلي، بالضغط، وين فيني اثبت حالي، وين فيني بين حالي. وبنفس الوقت لانه عم بعطي كتير محبة وسند للكل، عم جرب شرج محبة انا لإلي وطاقة لإلي من مطرح الغلط، علاقات فاشلة 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 فاشلة، مثل المرة السامرية. مثل المرة السامرية، معلقة بجرة بتشربني مي ما بتشبع لي روحي. ف لهونيك مرحلة وصلت انه عم بعمل بانيك اتاكس، عم بعمل نوبات هلع، عم بعمل نوبات ميجران، صار كتير في ضغط علي نفسي، لبالاخر وصلت انه كتير تعبانة خلاص. يعني بتذكر جسديا ونفسيا، جسديا ونفسيا كل الطرق ممكن تفكر فيها. لا قبل بجمعة من ما اتعرف على جامعة العنصرة، بتذكر كنت عم اقولها لرفيقتي انه حاسة انه الربع عطاني طاقة هالقد وفضيتها وما عم شرج من ولا مطرح، فانه خلص ماني قادره بقى. فعملت بلوك على العالم كله، وعملت رده فعل كتير حسيتي بشعه، بالوحدة عملت رده فعل كتير باليأس؟ بشعه، ايه كتير. فطلعنا على الرياضه الروحيه، تعرفت على جامعه العنصره على المضيع بالانجيل، انه بقرا انجيل بس ما كنت اشوفه بهيدي الطريقه، ما كنت اعرف صلي بهيدي الطريقه، ما نعم كنت اعرف انه يسوع بيرد علي، بعرف انه فينا احكي معه بس نعم ما بعرف انه هو حي يجول ويصنع عجائب. شو صار؟ شو كيف صار؟ صار اللقاء انت والرب يسوع؟ بصلاة الامتلاء نار خرقت فيي، الروح القدس شيء مش طبيعي، ابكي ابكي ابكي. فينا نسميه هذا الماء الذي انا اعطيه، ايه امين هذا هو المياه الذي امين عند الرب يسوع، اللي هو بده يرويك منه. لكل حدا عم يسمعنا، هو اللي بده يرويك منه، هو الوحيد القادر يشفيك ويحررك من كل مرض ومن كل قيود ومن كل وحدة. مثل ما حكينا هو مياه الحي صح الذي يشبع. خبرينا عنه شوي. حتى هون بهيدي المرحلة من بعد، يعني حسيت لما كنت عم تصلي معي حسيت بنار عم تخرق فيي، ايه نار التوبة، عم ببكي من قلبي على اشياء ما بتذكر اني عملتها بس عم شوفهم قدامي. ايه مثل يعبدون الله بالروح والحق. امين هي. كنت عم تبادي اله المجهول. ايه اوكي. مع بغض النظر عن هذا الشعور اللي حسيته، كنت بعدني بحالة رفض، وشفت الدنيا حوالي انه مش عم بفهم شو عم بيصير حتى. فقررت اطلع لبرا، حكيت مع الرب، قلت له انا جيت لعندك لهون، ما بعرف ليش جبتني لعندك، ما بعرف مين هود العالم عم بنطوا وعم يرقصوا باسمك، بس بعرف انه انت اكيد بدك ياني هون، وانا مش فارقه قبل ما تباركني. بلا بعدين اللي عرفت انه في نبقى لهيدي كمان، فهيدا الشيء كثير لمسني. والروح رجع حكاني بعد فتره وقال لي انه هيدا الصوت اللي كان عم بشددني انا وصغيره، هيدا هو كان دايما عم بيقول لي امي في عالم بعد عايزتك، في عالم عايزتك. ف هلا صار لي سنه وثلاث اشهر بالمسيح، مليانه من محبته، مليانه من المياه عم بتفيدي الاخرين، عم تشهدي له، نعم وعم تجذبي نفوس امين لاله. امين. ومش بس هيك، عم حب حالي من خلال يعني عيونه انت سامريه بامتياز. حبيت كلمة منك قلتيها، ما رح اتركك الا ما تباركني.